السلام عليكم في هذا الفيديو هادي ان شاء الله غادي نبداو الشابتر الثاني في الكور ديال الاناليز نيميريك اللي هي ريزوليسيون دي سيستيم لينير المهم نبداو على بركه الله نشوفوا لا ميثود الاولى اللي غادي تكون ميثود دو غوس اللي, اللي, اللي كنعرفوا كاملين مي هاد لا ميثود دو كتخدم البيفوت غادي نشوفوا ان شاء الله شنو هو البيفوت وشنو هو الاختلاف بين لا ميثود دو غوس اللي كنعرفوا كاملين يعني اللي قرينا كاملين في الاس ان ولا ميثود دو اللي كاين في الاناليز نيميريك دونك الاختلاف غادي يكون في البيفوت غادي نشوفوا كيفاش كنخدموا هاد البيفوت نبداو على بركه الله اول حاجه عندنا واحد السيستيم يعني فيه ثلاثه ديال لي زيكواسيون سميناه اس فيه هاد ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه ليكواسيون الثالثه المهم اول حاجه الطلبه كنحاولوا نرجعوا هاد الماتريس ديالنا او هاد السيستيم ديالنا على شكل لا ماتريسيال شنو هو يعني لا ماتريسيال هي ا اكس ايغال بي لا ماتريس ا هي اللي كتكون حدا يعني هما لي كويفيسيون كيكونوا حدا اكس أو اكس 2 اكس 3 يعني هي في الحال أنا غتكون هي واحد واحد ناقص جوج اربعة ناقص جوج واحد ثلاثة ناقص واحد ثلاثة وبالنسبة ديال إكس هي إكس X إكس X دو إكس X وبالنسبة للماتريس بي هي ثلاثة خمسة تمنية مهم يعني بإمكانكم انكم ديرو يعني <hesitation> لماتريس يعني لافورم ماتريسيال أولا تجونيش نديرو ديال اللي هي بحال هكا يعني غادي أ كما قلنا اللي هي واحد واحد ناقص جوج ربعة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد ثلاثة وكنديرو واحد يعني واحد العارضة وكنديرو لا ماتريس بي اللي هي ثلاثة خمسة ثمانية دونك أول إيطاب هنايا غنديتيرمينو لو البيفوت. البيفوت في هاد الحالة عندنا كيساوي واحد دونك هنايا البيفوت كيكون هو يعني بحال مثلا هنا في هذا المثال هو اللي عليه بالزرق هذاك هو اللي كتسمى البيفوت. يعني كل حالة كنخدمو البيفوت كناخدو البيفوت ديالنا بحال مثلا هنا في لا بخوميي ايطاب بعد البيفوت واحد المهم نشوفوا الكالكيل الكالكيل يعني هو نفس الكالكيل ديال لا ميثود دو عاديه غير كنقسمو على البيفوت دونك البيفوت هو اللي كنقسمو عليه دونك فهاد الحاله غادي يكون واحد يعني فهاد الحاله ديالنا راه يعني بحال هكا كتخدم لا ميثود دو عاديه مي في شي حاله اخرى يعني الا كان بيفوت يعني كيساوي مثلا جوج ثلاثه راه غيتبدل الكالكيل ديالنا نشوفوا دونك كيفاش كيتحسب هادشي دونك هنايا غنديرو لين دو موا لين ان آه وغادي نضربو لين دو في واحد وغادي نقسمو على البيفوت اللي هو واحد وغنديرو موا نضربو لين ان آه في ربعة وغادي نقسمو على البيفوت اللي هو واحد هنا غتعطينا لين دو دونك هادي بالنسبة لين دو بالنسبة لين تروا غنديرو لين تروا نقسمو على البيفوت يعني اللي هو واحد ونضربو في واحد ناقص دونك تلاتة ونقسمو على البيفوت اللي هو واحد هادي في او ان اه كتساوي او تروا جوج مهم دابا نحسبوا الحساب ديالنا يعني كما كتلاحظوا الاختلاف في, في البيفوت يعني هي لاميطودوكس عاديه يعني كنديروا لين دو و لين ان و يعني الخبار في راسكم غير الاختلاف اللي كاين على البيفوت يعني هنا يلا طبقنا هذه هاد العلاقات هذو غادي نلقاو مثلا مثلا في لين دو عندنا ربعة على واحد ناقص ربعة على واحد اللي هي زيرو دونك كما كتلاحظوا لقيناها زيرو عندنا ايضا ناقص 2 على واحد ناقص ربعة في واحد على واحد اللي هي ناقص 6 دونك عندنا واحد على واحد ناقص ربعة فوا ناقص جوج على واحد اللي هي تسعود وعندنا ايضا خمسة على واحد ناقص ربعة فوا ثلاثة على واحد اللي هي ناقص سبعة دونك هادي بالنسبة لين دو دونك هادشي ناقص تسعود ناقص سبعة بالنسبة لين دونك عندنا على واحد ناقص تلاتة فوا واحد على واحد اللي هي زيرو دونك عندنا ناقص واحد على واحد ناقص تلاتة اه فو واحد على واحد اللي هي ناقص ربعة وعندنا ايضا ثلاثة على واحد ناقص ثلاثة فوا ناقص جوج على واحد اللي هي تسعود وعندنا اخر حاجة تمنية على واحد ناقص ثلاثة في 3 على واحد اللي هي ناقص واحد دونك حنا لقينا لاماتريس طيب يعني على هذا الشكل يعني لين لين ان كيتبدل كيبقى نفسه واحد واحد ناقص جوج ثلاثة زيرو ناقص ستة تسعود ناقص سبعة زيرو ناقص ربعة تسعود ناقص واحد دونك هذه لا بروميير ايتاب يعني لقينا البيفوت ديالنا حددنا البيفوت اينا هو واحد وقسمنا عليه وحسبنا حساب يعني حساب ديال لا ميتود دو جوس العاديه اللي كنعرفو غير الاختلاف اللي كاين كنقسمو على البيفوت دونك هذه لا بروميير ايتاب دوزيام ايتاب نفس الخدمه ديال لا بروميير ايتاب يعني كنديتيرمينييو عاوتاني البيفوت الجديد ديالنا البيفوت يعني البيفوت الثاني آه يعني كناخذوه من لا ماتريس اوغمونتي جديده ما كنستعملوش يعني لا ماتريس اوغموندي القديمه بحال مثلا هنايا ما غاديش ناخذ البيفوت هو ناقص 2 غادي ناخذ 6

يعني كيكون واحد المثلث ديال الاصفار في الماتير ديالنا ولا في السيستيم ديالنا دونك نرجعوا هاد الماتير اوغمونتي على شكل السيستيم وغادي نلقاو لا سوليسيون ديالنا يعني غادي نجبدوا مثلا هنايا غادي نكتبوا السيستيم ديالنا على شكل غادي نجبدوا من هنا 3 اكس 3 يعني غادي نهوضوا 3 حد 3 تولي 11 على 9 يعني اكس 3 كتساوي 11 على 9 وغادي نجبدوا من ليكوالسيو الثانيه يعني اكس دو غادي نعوضو اكس 3 ب 11 على 9 و نلقاو اكس دو غادي نجبدو من الكواسي الاولى اكس 1 غادي نعوضو اكس دو اكس 3 باش نلقاو اكس 1 دونك هي دو يعني الاختلاف اللي كاين هو في البيفوت كنقسمو عليه والسلام عليكم